تتعرض منطقة ظفار تاريخية للإهمال والنهب الآثار فيها، وهي المنطقة التي قامت عليها أعظم الدول اليمنية القديمة، وهي الدولة الحميرية. هنا في هذا المكان سكن الحميريون قديما، واتخذوا منه عاصمة لدولتهم الحميرية. رحلوا ولم ترحل آثارهم وبصماتهم التي ما زالت حاضرة حتى يومنا هذا. والمحور الأهم في التاريخ العريق هذا لعاصمة الدولة الحميرية هو ما تتعرض له من إهمال وتدمير كبيرين. للأسف الشديد لا يوجد أي اهتمام، لا نلمس أي اهتمام، يعني بالخالص. أتت لجان للتنقيب ألمانية خارجية، بالعكس بدل أن يتعاونوا مع تلك اللجان يعني قاموا بمضايقتها، وإلى الآن لم تأتي إلا مرتين أو ثلاث مرات للتنقيب. وهذا من نتائج عمل هذا سلطة القصر، من نتائج عمل لجنة التنقيب الألمانية. أما تنقيب يمنية ومن الهيئة العامة للآثار أو وزارة الثقافة والسياحة لا يوجد أي اهتمام. خبر من الأولين، احنا خبر من الأول، إن كانت دولة جميلة وأثرية. شوف الجبال كيف هي، عندنا طور هذه كلها منهوبة بالعدلة، معمورة لا رداع لا يريم لا كل شيء، ولو شيء دولة من ساعة الشيء كان طفر على ما هي. زرنا ظفار التاريخ ووجدنا ما وجدنا من المعالم الأثرية التي هي بحاجة ماسة اليوم إلى اهتمام من قبل المعنيين. بعض الزائرين الذين صادفنا وجودهم في المكان تحدثوا عن مكانة ظفار في نفوسهم، وتحدثوا عن انطباعاتهم لما وجدوه وعما يجب أن تقوم به السلطات المعنية. جيت هنا على شوف الآثار، وجدتها يعني آثار جميلة ومشيقة، اشتي لها رعاية. جينا بس الزيارة بنشوف، ما لنا أي سبب إلا نشوف الآثار في ظفار. في ظفار نعم. كيف وجدتها؟ وجدتها جميلة، آثار كوي تمام، يعني يحتاج عناية واهتمام من الحكومة. متحف ظفار هو الآخر يتعرض لذات الإهمال، وباستمرار ذلك تستمر الحكاية ويستمر التدهور اللامحدود في يمن يبحث عن وسائل سلام وحفاظ للتاريخ والحاضر والمستقبل.